وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله أيها الأحبة، إذا أردنا أن نتأمل هذا الكون من حولنا، نتأمل الظواهر الكونية، نتأمل مخلوقات الله، سوف نرى عددا لا يحصى من الحقائق والآيات التي تشهد بوجود هذا الخالق العظيم الحليم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من ضمن مخلوقاته سخر جنودا لا يعلمها إلا الله. الله الله الله. ولكن نحن نحاول أن ندرك بعض من أسرار هذه الآية. نعم. يعني كما تفضلت في اللقاء السابق تحدثنا عن موضوع الفيروسات. نعم. وقلنا طبعا اعترض بعض الأحبة وقالوا يعني هذا وباء يصيب المؤمن والملحد والكافر الجميع والصالح بلا استثناء، فلماذا تقولون هذا عذاب من الله وهذا كذا؟ نقول يا أحبتي، المؤمن أيضا مبتلى من قبل الخالق عز وجل. سلم يا رب. فبلاء المؤمن هو دليل محبة من الله تبارك وتعالى. بلاء الكافر هو دليل إنذار عسى أن يرجع. فالله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذه الجنود المسخرة، هذه الفيروسات، يعني خذ مثال، عندما ظهرت الفاحشة بشكل كبير في الثمانينات من القرن الماضي، نعم، وبدأ الإعلان بها في الأفلام وعلى التلفزيون وفي الشوارع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. طبعا. فالنبي قال كل قوم تفشو فيهم هذه، تظهر يعني، تفشو يعني تظهر. نعم. وتنتشر. نعم. سوف تظهر فيهم أمراض وأوبئة لم تكن معروفة من قبل. فظهر فيروس الإيدز. هذا الإيدز ظهر لأول مرة في الثمانينات، 1980 أو 79. فيروس عنيف يستهدف فقط أصحاب الفواحش والزنات وأصحاب المعاصي والشاذين جنسيا، سبحان الله. وهو لا ينتقل إلا عبر الاتصال الجنسي أو عبر نقل الدم. نعم. يعني لا ينتقل بالملامسة، مجرد ملامسة، مثل بقية الفيروسات التي تعتبر أوبئة. فهذه أوبئة جنسية مخصصة لهؤلاء الزنات. إذا ابتعدت عن الزنا وعملت بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وبتعاليم القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأنت تنجو بنفسك من هذا الشر. ولكن إذا سلكت منهجا يخالف ما أمرك الله به وما ارتضاه لك الإسلام، فأنت قد أقحمت نفسك في هذه الأمراض وهذه الأوبئة وهذه المشاكل، تماما مثل موضوع الإيدز الذي يعني أنا أحب أن أفصل قليلا فيه، ومعنا فيديو. نعم. معنا فيديو بالإحصائيات. نعم. يعني هذا الفيروس منذ 40 عاما صرفت مليارات الدولارات ولم يجدوا له علاجا. حسب منظمة الأمم المتحدة هناك 70 مليون شخص أصيبوا بفيروس HIV أو فيروس الإيدز، ومات منهم الملايين، 30 مليون ماتوا تقريبا، وهناك اليوم بحدود 40 مليون مصاب يتلقون علاجات، ومنهم من يموت يوميا. نعم. هناك حالات وفاة يوميا. هذا الفيروس صرفت مليارات الدولارات، وهنا القارة الأفريقية نرى هي الأكثر إصابة بهذا، لأن موضوع الجنس وإباحة الجنس منتشرة بشكل عشوائي وكبير جدا. انظر العالم الإسلامي هو الأقل، يعني لو نظرت بالمخططات والخرائط التي صنعت تجد أن أقل نسبة لحالات إصابة الجنس، الأمراض الجنسية المعدية أو الأوبئة بشكل عام، يعني سواء الإيدز أو الزهري أو السفلس أو هذه الأمراض. فهذه الفيروسات والبكتيريا التي تستهدف الزنات والشاذين جنسيا،
النسبة الأقل هي في العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن لدينا تعاليم صارمة تحرم الزنا، تحرم الشذوذ، وبالتالي هذه التعاليم حمت وحفظت العالم الإسلامي من هذا الوباء. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أنبأ أن أي قوم سيفشو فيهم، تفشو الفواحش وتظهر الزنا والشذوذ، لابد أن تظهر أمراض جديدة لم تكونوا تعرفونها، لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. نعم. هذا الإيدز هو فيروس جديد غير معروف بالنسبة للبشرية، فالنبي أنبأ به عليه الصلاة والسلام، وأن كل الإجراءات التي يتخذها الغرب من الوقاية ومن النصائح اليومية ومن يستخدمون العازل الطبي ويستخدمون يعني وسائل كثيرة جدا ويحذرون ويرون الموت بأعينهم هناك، وعلى الرغم من ذلك تجد أن نسبة الإصابات مرتفعة جدا. نعم. بينما من رحمة الله سبحانه وتعالى أننا في الإسلام، انظر إلى قوة الإسلام عندما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آية قوية تدخل إلى الإنسان تجعله يعني يرتدع. نعم. ويخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن العقوبة هي جهنم وليس مجرد يعني أنك أمر بسيط، أمر تموت أو تمرض أو كذا. فلذلك لا يردع الإنسان إلا هذه العقوبات القوية جدا التي تجعل صاحبها يخلد في النار. نعم. حتى إن هناك دراسة حديثة غريبة جدا من نوعها أجريت في أمريكا على موضوع ما يسمى باتجاهات الجريمة. درسوا أين تنتشر الجرائم والمخدرات بين الشباب، فوجدوا بؤر، هكذا بؤر موجودة في العالم فيها كمية الجرائم كبيرة جدا، وشرب المخدرات وغير ذلك. فعندما درسوا هذا الموضوع وجدوا أن المناطق التي فيها عدم إيمان بيوم القيامة وعدم إيمان بنار جهنم وعذاب الله تنتشر فيها المخدرات والجرائم بكثافة هائلة، بينما المناطق التي ينتشر فيها الإيمان بالله عز وجل وفيها إيمان باليوم الآخر وبعذاب الله وبنار جهنم يقل فيها مستوى الجرائم والمخدرات. نعم. فخرجوا ببحث ووضعوا له عنوانا يقولون فيه إن الإيمان بجهنم يخفف مستوى الجريمة في البيئة التي ينتشر بها. انظر إلى هذا الربط، وجود العذاب يردعك، بينما عندما تقول له أنت إذا قمت بهذا العمل محتمل أن تمرض، محتمل أن تتعرض لأذى، محتمل، النفس البشرية لا ترتدع، وبالتالي هذا رد على أولئك الملحدين الذين يقولون لماذا خلق الله جهنم؟ صحيح، خلقها ليس ليعذب بها، خلقها ليردع بها أصحاب الشهوات. يعني هذه جهنم هي نعمة خلقها الله بالنسبة للمؤمن. نعم. لأنها وسيلة ترتدع بها وتنتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول دائما إن هذه الأوبئة، ومنها أيضا الذي تحدثنا عنه فيروس كورونا وغيره من هذه الأوبئة، كلها من جنود الله، وهي إنذار لك أيها المؤمن أن تعود إلى طريق الله، وهو ما جاء في القرآن العظيم. نعم. عندما قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا هذه الجنود نعمة بالنسبة للمؤمن. نعم. ويحذر. نعم. ويحذركم الله نفسه. نعم. بالنسبة للملحد هي إنذار أيضا، عسى أن تعود عن الضلال الذي أنت فيه. جميل. وبالتالي يعني هذه روعة الإسلام، فيه إجراءات عملية قوية جدا لحمايتك أيها الإنسان من هذه الشرور وهذه العواقب. وبالتالي عندما نصف أن الإسلام هو دين الرحمة فهذا الكلام منطقي وعلمي،
وعندما يقول الله تبارك وتعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالفعل هذا كلام يتطابق مع العلم الحديث. يعني هذا النبي الكريم لماذا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ كان من الممكن أن يقول للمؤمنين، قال للعالمين. لماذا؟ لأن هناك تعاليم صدرت عن هذا النبي تتعلق بحماية البيئة، الرفق بالحيوان، وتعاليم تتعلق بالصحة النفسية للإنسان، وتعاليم تتعلق بصحتك وطهارتك، يا سلام، ونظافتك الشخصية فيما يسمى اليوم بالطب الوقائي. نعم. فكل هذه التعاليم حتى لو طبقتها أيها الملحد في الغرب يطبقون بعضها. نعم. لذلك ارتفعوا واخترعوا وطوروا، وعندما نحن ابتعدنا عن هذه التعاليم، الصدق، الإتقان، إتقان العمل، فعندما ابتعدنا عن هذا المنهج تراجعنا، تخلفنا. يعني هذه التعاليم، حتى هناك دراسة قلناها ذات مرة، أيوة، أن الدول في أوروبا هي الأكثر تطبيقا لتعاليم الإسلام منا نحن المسلمين، مثل الصدق والمعاملات والعدالة الاجتماعية وغير ذلك. نعم. هذه تطبق، وجدوا أنها تطبق في دول متقدمة، مما يدل على أن هذه التعاليم حتى لو طبقها غير المسلم سوف يرتفع بها. حتى يتبين لهم أنه الحق.